هل تعلم متى يصبح الزنا حلالا للرجال والنساء؟ إجابة صادمة. هل تعلم متى يصبح الزنا حلالا للرجال والنساء؟ إجابة صادمة. الزنا من أكبر الكبائر عند الله عز وجل، فعند ارتكاب هذه الفاحشة قد يهتز عرش الرحمن فوق 7 سماوات، فكثير من الأشخاص يستهون بتلك الفاحشة ويرتكبونها ليلا ونهارا، وهذه العلاقة عقابها أشد عقاب عند الله سبحانه وتعالى، وهي عقاب نصف الأمة، وبالأخص إذا كان الزنا بين امرأة متزوجة وشاب. هناك شخص يحلل هذه الفاحشة وهو يسمى الكبيسي، حيث قال أنه عندما تقول الفتاة للشاب زوجتك نفسي على صداق قدره 5 دراهم يصير الزنا حلالا، ولا يعلمون أنه من أكبر الكبائر. لا إله إلا الله، لقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا كان قول الله تعالى: احترسوا أيها القوم من تلك الكبائر، فعقابها أشد بكثير من أي ارتكاب ذنب آخر، ولا تعتقدوا أن الله سوف يغفر لكم ولا يعذبكم بشأنها بعد أن تتوبوا إلى الله تعالى، بل وسوف تلقون عقابا شديدا على ارتكاب، فهي أعظم ذنب عند الله، ولا يصبح الزنا حلال في أي من حالاته. ومن يقول أنه حلال فقط، كل ما أقوله له: هل تقبل هذه الفعلة على ابنتك؟ بالفعل سوف يكون ردك نعم، لأنك من أصحاب تلك الكبائر. فالآن تصير كل الأمور على حقيقتها، ولا أحد يحلل ما حرمه الله حتى لا يلقى عقابه الشديد يوم لا ريب فيه. عسى الله أن يهدي أمتنا وأن تصبح كما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول نصيحة لجميع الفتيات والشباب الذين يمرون بفترة من فترات المراهقة: حاسبوا على أنفسكم من تلك الكبائر. عقوبة الزاني رتب الله سبحانه وتعالى على الزنا عقوبة شديدة، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. فأما التي في الدنيا فهي الحد الذي قدره الله تبارك وتعالى على الزاني والزانية، حين قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج من قبل والدخول الصحيح في زوجته يجلد 100 جلدة حدا إذا ثبت قيامه بالزنا عند الحاكم المسلم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، إلا أنه إن كان رجلا زيد على ذلك نفيه عن بلده مدة 1 عام كامل. أما الزاني المحصن وهو من سبق له الزواج والدخول في زوجته دخولا صحيحا، فإنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة أيضا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد ماءه ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد ماءه والرجم. وأما عن عقوبة الزاني المؤجلة فقد قص الرسول صلى الله عليه وسلم ما رآه ليلة على صحابته رضوان الله عليهم، فأخبرهم أنه قد أتاه هاتيان وانطلقا معهما، فرأى في ذهابه معهما عددا من المشاهد، كان من هذه المشاهد ما قال فيه صلى الله عليه وسلم: فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. ثم أوضح للصحابة رضوان الله عليهم ما في ذلك المشهد قائلا: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وفي هذا الحديث دلالة على عذاب الزناة والزواني في البرزخ إلى أن تقوم الساعة.